الطور ديالي ديال محسن هو كيقرا في ميديسين، ولد بروف كبير في ديك لافاك، دونك هو باسل شويه. غادي يتعرف على ساره، يستغلها باش يثير الغيره ديال لا بروف سناء، وغادي نشوفوا الاحداث كيفاش غيستغلها، كيفاش شنو يطرى من بعد. من ستاند اب للتجربه الدراميه ما صراحه ما جاتنيش صعيبه بزاف، حيت كنقول اللي كيبدا من لا سين كيقدر يلعب بزاف ديال الادوار وفي اي تيمجا، والحمد لله بخير. ونفعني ستاند اب بزاف، حيت تما فين تعرفت على فاتين، تعرفت على داني، واليوم انا معاهم والحمد لله احنا غاديين. صراحة هي كون كانت مثلا اول مره جيت ودخلت هنايا سي نورمال غيبان لي بزاف ديال الماتيريال، اكيب كبيره غادي تخلع شويه، ولكن ديجا كنت خدمت، انا كنت في جنود الخفاء في الاول، بشويه بشويه كانوا عندي شي ادوار صغار. دابا هذا هو اول دور اللي كبير واحد شويه، عادي الحمد لله بخير. مني سمعت هاد الاسماء كاينين بعدا فرحت، في نفس الوقت خفت. احسن حاجه تخدم مع نجوم كبار، يعني بحال قلتي كيدوزوا لك واحد فورماسيون في مده قصيره تتولي مزيان بزاف. الاغلبيه ديال الناس اللي كيبداو من لاسين ولا من الانترنت كيبغيو واحد النهار يمثلوا يبانوا في التلفازه، وفي العواد ما يبقى يتسنى داك الباب ديال التلفازه يتحل ليه. كنقول من الاحسن انه يكري باب ديالو، وباش واسهل باب تكريه هو الانترنت، تحط داكشي اللي عندك. وبزاف ديال الرياليزاتور ولا ديال ديريكتور كاستين كيشوفوا في انترنت، وهادشي طرا حتى انا ما عنديش بزاف ديال الاعمال فاش يشوفوني الناس، دونك استغليت انترنت، شافوني تما بزاف ديال الناس كيشوفوني في انترنت، من تما كيقدروا يعيطوا لي. يعني واحد ما يبقاش بارك ويتسنى، حيت ويتسنى كاستينغ باش يمشي لي، من الاحسن يبدا يبين شنو عنده، وان شاء الله يكون خير.